السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. كما كتشاهدوا معنا حنا في سوق الخميس ان شاء الله، السوق الثاني في رمضان كما كتشاهدوا معنا الاخوان. وهذه البلاصه اللي فيها خيس سناح كما كتشاهدوا، خيس سناح والو ما كاينينش، كاينين عخويلات ديال الجران، خيس سناح ما كاينينش. هذه هي البلاصه ديالهم كما كتشاهدوا معنا. وكما قلنا لكم الخوت، هذا السوق الثاني في رمضان كما كتشاهدوا معنا ديال موسم 2022. وغادي ان شاء الله نمشيو نستفسروا السمار ديالنا مصطفى، المعروف هنا في سوق الخميس السهول. علاش خيول السناح قلال هاد الايام ما كاينينش؟ وغنشوفوا الاجابه ان شاء الله. مرحبا بكم معنا، نقولوا مبروك عواشرك. الله يكبر بكم. مبروك عواشرك. نعم سيدي. الوالدين هذه العوده مليحه، ولكن خير ما بقاش يدخلوا مليح دابا، يعني شي عاود شدوا جاوا خيتهم تاهم، جا العجز ديالهم. داكشي بان الخيل الساق ليله دابا، شكون اللي غيبيع شي عوده؟ غادي نلعبوا ان شاء الله شهر خمسه، غيكون عندنا واحد المهرجان كبير في تمشنا ان شاء الله، يكونوا بها العباطيره عالراسه الناس فطاحينه ديال البارود. لا لا تمشنا ان شاء الله قبل دار السنه. داكشي علاش الخيل قليله هاد الايامات؟ اصاحبي دابا اللي عنده شي عوده يشد صافي. وفين هو العود؟ كان نعم باقي على 70000 قداش هو؟ 70000 ان شاء الله، العز من الله والدرمين. دابا صافي رجع لهم العز ان شاء الله. صافي الخير ديما المعزوزين، العز من عزهم الله يدير من دلهم. امين. كيلاقيكم على الجوال وكيعرفوهم. كاين اللي كان ما معروفش ودار العود وتعرف. العود كيخلي ديما الاصل. العود راه اصيل. كيخلي الجدر ديما ديما كاين. كيقولوا جدودنا الاولين قالك لا ما تباكش رباك من السوق. لا ما تباك. تنساو تشري عود ولد من هذاك ولد فلان. العود ديال ولد فلان. ولد فلان كيجيب، كاين ولد الاب. والله يدير الخير. الحمد لله الله يدير الخير. الحمد لله كرمنا الله في هذا المطار. الحمد لله. رمضان مبارك سعيد. لا ماشي اقصائيات، مبارك. مهرجان. مهرجان. ولكن غيكونوا فيها الشهر ديال البركه. في الاول شهر خمسه. ان شاء الله، ولا الثاني عيد غيكونوا بنين. ان شاء الله.